Vous êtes chef de service de rhumatologie, de neurologie, de chirurgie? Non, monsieur. Vous êtes chef de service COVID. قرار تحويل جميع المصالح الاستشفائية للتكفل بمرضى كوفيد-19 جاء لاستيعاب المصابين المتوافدين على المؤسسات الاستشفائية للتكفل بهم. مستشفى مصطفى باشا كونه الأكبر بالعاصمة يعد مقياساً للوضعية الصحية الراهنة. هادو كاع لي ريجستر سي دي ريجستر دو مالاد فوالا دو كوفيد كي سون لا دو بوب مال ماس سون بروبابلمون او 5ييم ريجستر. نحس بهذا الدرجة الحرارة يعني اللي كاين في الكوفيد نقدروا نحسوه من اليامات الاولين كيبدا هنا في مصطفى. غير نشوف حنا هنا عندنا في مصطفى يبدا يطلع نشكو انه راه نفس الشيء في المستشفيات الاخرين. وسط الضغط الذي تشهده مختلف المصالح للتكفل بمرضى كوفيد 19 يتساءل العديد عن مصير بقية المرضى الذين تستوجب حالتهم علاجاً استشفائياً أو عمليات جراحية. ما يديروش العمليات الجراحية في نفس المكان وين درنا فيهم الكوفيد. إذا كان هما درناهم باش يستقبلوا الكوفيد ما يقدروش مثلاً يديروا العمليات. نديروا واحدة أخرى مثلاً مصلحة واحدة أخرى تاع الجراحية اللي فيها دي بلوك يديروا العمليه تاعهم الاستعجاليه تماك استدير دير لي ميم بلوك فون بوتيتر فير مثلا لا نوروشي يديروا لا غاسترو يديروا مثلا لا تروماتو داكور يبدلوا المكان باش ما يكونوش ما نخلطوش المرضى العاديه الاستعجاليه العاديه مع المرض الكوفيد. تجنيد مصالح اضافيه للرفع من قدره الاستيعاب مع التكفل بالحالات المرضيه الاستعجاليه مخطط تتبعه العديد من المؤسسات الاستشفائية لتجاوز الأزمة الصحية بأقل أضرار.